السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في. التوأم ولاد زينب الله يرحمه. طبعا اللي ما يعرفش زينب، زينب دي مرات احمد حسن، ولو ما تعرفش مين احمد حسن فاحمد حسن ده جوز زينب، والاثنين مشاهير السوشيال ميديا، واعتقد انها اشهر عيلة على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عامة. ايوه كده، وسع الكادر كده، كبه احمر، بص احمر تحت اهو، شورت احمر اهو، واحمر اهو، واحمر اهو، بص شو الممثل الاهلي في دمي. المهم نرجع لموضوعنا، التوأم الله يرحمهم. ويعني انا لما شفت الفيديو الصراحه بتاع احمد حسن وزينب، هو عمال يقول لي الالين انت الحاجه الوحيده اللي بتهدي زينب ومش عارف ايه، فانا بقول لكم يا جماعه انتوا لسه صغيرين، بسم الله ما شاء الله تظهر مني بخمس ست سنين يعني، لسه وانا لسه ما اتجوزتش ولا خلفت، انتوا لسه قدامكم، لسه ان شاء الله هتخوا ايلين وهتجيبوا توأم تاني وتوأم تالت وبتاع، فباذن الله باذن الله خير. ثم انت كده عندك يعني اتنين في الجنه يغفروا لك باذن الله يوم القيامه، احمد حسن البلاوي اللي انت بتعملها على اليوتيوب دول يغفروا لك. ف مش عارف اقول ايه الصراحه، كل اللي انا اقوله ادعوا لزينب في الكومنتات، وادعوا لنا وادعوا للناس كلها، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشغل زر الجرس علشان اللهم صل عليك يا نبي، علشان اما ننزل اخبار جديده تعرف اول باول. يلا سلام.